الأجواء أصبحت مليئة بالطائرات التي تنقل ملايين البشر من مكان لآخر، وازدهرت صناعة السفر الجوي، وتطلب الأمر تشييد آلاف المطارات في أنحاء مختلفة من العالم بما تحتويه من شبكات معقدة من العمليات والمباني والمدارج والمرافق. لكن في أي دولة من العالم يوجد أكبر عدد من المطارات؟ بحسب المواقع المتخصصة في عالم الطيران وصناعة السفر، فإن أكثر دولة تحتوي على أكبر عدد من المطارات هي الولايات المتحدة، تحتوي على أكثر من 14,700 مطار، منها نحو 1,700 مطار مسجل لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا. البرازيل تأتي في المرتبة الثانية، تحتوي على نحو 4,100 مطار، منها 309 مطارات مسجلة لدى الإياتا. وتأتي المكسيك في المرتبة الثالثة بأكثر من 1,700 مطار، لكنها ليست ضمن العشر الأوائل في قائمة عدد المطارات المسجلة لدى إياتا. وفي المركز الرابع جاءت روسيا، ويوجد فيها نحو 1,220 مطارا، منها 176 مطارا مسجلا لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي. احتلت الأرجنتين المركز الخامس بنحو 1,130 مطارا، ولم تدخل قائمة العشر الأوائل في إياتا. أما كولومبيا فتأتي في المركز السادس، إذ يوجد فيها نحو 1,000 مطار، وهي مثل الأرجنتين ليست ضمن العشر الأوائل في إياتا. بوليفيا احتلت المركز السابع ب 952 مطارا، ثم باراغواي بنحو 800 مطار. وهناك دول أخرى تحتوي على مئات المطارات كأستراليا وكندا والصين والهند وبريطانيا.